مش بس كلام. انت بعدين لما الاعلام يطيح ولا ما فيش حد من يعطيك شنو براك شنو شهادتك؟ ما هي دي ترجع لها اصلا السيرتيفيكيت اللي هي انت ماشي بيها قدام الناس شنو هي؟ قريت قديش سنه انت تو؟ 5 سنوات منهم 5 وانت في الطب؟ لا 10 من 2009 10 سنوات 10 سنين يعني. لا بس يا معلش 10 سنين يعني انا تو اصلا منك حتى لو أكبر. لو حتى يقولوا لي مالك بتاخذ مليون وسيب نقدع العيون 10 سنين لازم نكمل. لا انت تو تسيب وتكمل السنه هذه تشد كويس تاخذ السيرتيفيكيت تكمل ومع يعني مالك صفاج 10 سنين. لا صدق صدمتني انا حسبك تو قاعد. لا من 2009 وراه مش تقول نعاود في السنه شيء. لا لا كل شيء ماشي. عارف اني في 2009 عشان درت انا في 2009 سيبت الضيافه الجويه على خاطر امتحاناتي. كنت مضيف جوي كنت اكتب الجو عندي ايه مشيت كنت نقرا في الطب وكان زميلي تشيف حتى هو كان يقرا معاي في طب الاسنان وكان اكبر مني فكنا لما نطلع نسافر مع بعضنا نقرا مع بعضنا كده. ففي الامتحانات 2009 لا مش 2009 سيبت 2011 انا لان كانت امتحاناتي في 2011 فالحمد لله مشيت اموري لكن انا انصدمت. انا نقول لك حاجه انا شنو طالب علاش ما تديرش الحاجه اللي تحبها وتطلع منها فلوس يعني نقصد لك برا من ادخل شوفها برا يعني في جميع يعني مش يعني ما عندهمش البلاد مش مقتصر على هندسه وطب بس يعني فيها حاجات مش لازم هندسه وطب ان شاء الله تقرا ان شاء الله تقرا جهاز كليه جهاز حمايه البيئه كيف ان احنا نفصلوا القمامه هذه مواد عضويه هذه مواد سائله هذه مواد صلبه هذه كذا تقراها عادي شن فيها اقراها ولكن يظل عندك شهاده سيرتيفيكيت قدام نفسك هي اكثر حاجه فيها امان فهمت الشهاده يعني حاجه واضحه قدامك ما فيهاش بصاره على قد ما البلاد مش ماشيه امورها الشهاده بس هذا اللي يعجبني في البنات اكثر من الاولاد البنت تقول لك لا نكمل قرايتي ما نتجوزش الا بعد ما نكمل تعجبني فاحنا الشباب لا يقول لك عادي نخدم اي حاجه لا لما تتمرد بعدين لا انت بتقعد مذيع لا انت بتقعد شكلك حلو والناس تحبك هذا هنا تحكي انت مش تحكي مذيع حتى في العالم الثاني لا في العالم الثاني مسكينه اهي هذه اللي تكلمنا عليها اللي داروها لي توفي زابينج اوبرا وينفري اول ما طلعت قالوا لها انت عبيده شينه اطلعي صوتك مش حلو ده 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 تو عندها قناه عندها قناه لكن انت تو مشيت لامريكا بيحاربوك لكن في ديما في باب كبير مجال بيحاربوني غير نمشي يحاربوني لكن حنثبت جدارتي انا حنثبت جدارتي في سلمى حايك ممثله لبنانيه تو مكتسحه الافلام الامريكيه وهوليود لبنانيه عمر الشريف مش كان حتى هو مصري واكتسح الهوليود ورجع من نقطه محاربه لا لكن منهم طلع من مصر الناس تهرب وخير ليبيا هذه مشكلتنا احنا يا مالك دائما احنا نضعفوا في بنيتنا نضعفوا في نفسنا لا ليبيا ما خير لا لا في نقدر نطلع مش بس كلامه.